معاكم اللاعب عبد العزيز الطاهري، لاعب سوبر أكاديمية سوبر كيك. الأمانة تنظيم جدا رائع، يشكر عليه الأمانة، الله يعطيهم العافية اللجنة المنظمة. الأمانة الفريق تطور عقب التعادل والخسارة، ونطمح للأفضل بإذن الله. بخصوص الدوري، أول مباراة تعادلنا 1-1، ثاني مباراة كان عندنا شوية غيابات في 3-4 لاعبين، خسارة، بس الحمد لله إن شاء الله المباراة هذه أفضل، ومتقدمين 1-0، وإن شاء الله تنتهي المباراة حقنا إن شاء الله 3 نقاط. معكم اللاعب عبد المحسن الشمري، أكاديمية كويت سوكر. طبعا اليوم ضد أكاديمية مباراتنا ضد أكاديمية سوبر كيك، قدر الله ما شاء فعل، خسرنا 2-1. طبعا استفدنا من المباراة، كان لها جانب إيجابي وجانب سلبي. كان عندنا لاعبين واجد مصابين فريقنا الأول، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله نتعلم من خسارتنا هذه، وإن شاء الله القادم أو مباراتنا الجاية يكونون أفضل بإذن الله.